محمد عبد الله الفاضل من الساقية الحمراء، عضو تنسيقي الصحراء والوديان الثلاث. احنا اولا قبل كل شيء جينا للرباط هون في هذه الندوة الصحفية اللي منظمة من طرف الرابطة المغربية للمواطنة والحقوق الإنسان، واللي من هذا المنبر رانا كنشكروها جزيل الشكر، منبر 24، نشكر هذا الشاب والاخوه المشرفين على هذا المنبر على حضورهم معنا وعلى التغطيه اللي كانت متميزه اللي زالت متواصله من هذا المنبر لايصال صوت حق الاخوانهم الصحراويين في الجهات الصحراويه ثلاث، لتظلم الاملاك المخزنيه والمحافظه العقاريه، واللي بالمناسبه ما هي الا نقطه في سلسله من الاجرام واللوبيات العقاري والفساد في هذا الوطن. نحن ناضلنا ولا زلنا نناضل، وجينا اليوم لفادي الندوه الصحفيه المعدله في هيئه المحامين بالرباط اللي تشرف عليها كما قلنا الهيئه المواطنه حقوق الانسان المغربيه. نشكر الرئيس السدراوي والساده المحامين الاخوان والمكتب ديالهم كامل على استضافتهم وعلى مواكبتهم من اول دقيقه في هذا الحراك في الوديان الاثنين حتى اصبحنا الوديان الثلاث. ومن هذا المنبر نقولوا على ان احنا الصحراويين عندنا جايين نشكل الملك تظلماتنا، نشكل صاحب الجلاله ظلمنا، هذو الناس اداريين، نطالبوا من صاحب الجلاله، نطالبوا من السيد وزير الداخليه اللي صفته من وزراء السياده، اعلن هذو العمال والولات اللي في الاقاليم الجنوبيه اعلنهم يتفاعلوا مع هذا الحراك اللي ذا هو، وعلن هالشيء قفل الابواب ديالهم والله سد ابواب الحوار على المواطنين الصحراويين وعلى شيوخنا وعلى ابائنا المناضلين المغاربه الاصليين، على انه يهدد السلم الاجتماعي وانه ينبئ باشياء لا تحمد عقباها. ونحن رانا في نظمنا هذا الحراك لا لننذر ونحذر ما قد تؤوليه الامور والامتصاص الغضب الساكنه، ولا نريد شيء سوى رفع اليد عن اراضينا نحن الصحراويين اللي ماتوا اباؤنا واجدادنا عليها واللي سقوها بدمائهم الطاهره الزكيه واللي حاربوا فيها اربع استعمارات في الانجليز والفرنسي والبرتغال والاسبان. من يوم عنا رانا نطالبوا رفع اليد فقط. هذا احمد سالك بيروك، عضو تنسيقيه الصحراويه للوديان ثلاث وادنون الساقيه الحمراء والذهب. احنا جينا اليوم في هذا اليوم التواصلي والذي نعتبره نداء استغاثه، وهنا كنشكر هيئه المحامين يعني اللي ازرتنا ويعني ودفعت لنا في هذا الملف وساندتنا في هذا الملف، كذلك الرابطه المغربيه لحقوق الانسان في هذا الاطار. وجينا نستغيث وندق ناقص الخطر نظرا للزحف المخزني الذي طال يعني اراضينا تقريبا اكثر من مليون هكتار تم السطو عليها ظلما وعدوانا بدون وبالنسبه للاستثمار يعني لا شيء، هناك دعايه للاستثمار ولكن الغايه من هذا الشيء كامل وهو السطو على الاراضي والتحصيل على هذوك اللي تيتر على هذوك السكوك الرسوم العقاريه يعني لهدايه يعني انا نعرف الدوله كيفاش كتمشي هذه الامور للخليجيين ولا الاسرائيليين ولا للصهاينه، يعني هذا ناقص ندق ناقص خطر، ارضنا في خطر. بالنسبه لشنا كان هذا التاثر خلال الوقت وكيجي واش دموع ديال الحضره او المسؤولين اللي وقفوا لا، لان عندما نتحدث هذا كان يعني 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 هذا احساس عندما نتحدث عن 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 الارض بالنسبه لاي مغربي مغربي وبالنسبه للقبيله، الارض هي العرض، الارض هي الهويه ديالنا، الارض هي سر وجودنا، لان الانسان اللي ما عنده ارض ما عنده هويه، هذا هو اللي بقى فيه. انا كنشوف الى جاوا هاد الناس داو هاد الاراضي وخلاو المغاربه بلا اراضي بلا والو، اين سنذهب؟ واش نمشيو للبحر؟ فهمت؟ هذا الراسمال وهاد الامبيريه المتوحشه يعني اللي غادي تخلي بلادها وتجي عندنا وتستنزف ثروتنا المائيه وتستنزف العقارات ديالنا باسم الاستثمار وكيدوها تيتر وخلونا احنا على هذا، هذا هو الخطير وهذا ناقص خطر ماشي لينا احنا، جميع القبائل المغربيه خصهم يتصدوا لهذ الامور هذا ويتصدوا لهذ اللوبي ويتصدوا لهذ الزحف المخزني. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.